حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5,842,000 برميل يوميا، وإن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت 36,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل إلى 247,000 برميل يوميا، بينما بلغت في الأسبوع الذي سبقه معدل 283,000 برميل يوميا. اعتبرت لجنة النفط والغاز النيابية أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة إجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر أسوة بالدول الأخرى. ونفت اللجنة أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بقضية الفساد، مضيفة أنها ربما تحد من حدة الفساد والرشاوة التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال إجبار المواطن على دفع ما يسمى إكرامية إضافية، مضيفة أنه على الجهات الحكومية المختصة تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الإلكترونية خصوصا لشريحة الكسبة وغير الموظفين. كشف موقع مومبو المتخصص بشؤون الاقتصاد أن متوسط تكلفة المعيشة في بغداد لأربعة أشخاص يبلغ شهرياً أكثر من 2.5 مليون دينار. وجاء في أحدث تقرير للموقع الذي يعد أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم أن متوسط الفرد المعيشي في بغداد للشخص الواحد يبلغ شهريا نحو 80,000 دينار ما عدا بدل الإيجار. وأضاف الموقع أن أسعار المطاعم في بغداد أعلى من أربيل بنسبة 1.2%، وأسعار البقالة في بغداد أقل من أربيل بنسبة 6.9%، بينما تبقى أسعار بدلات الإيجار في بغداد أعلى من أربيل بنسبة تقترب من 10%. أكدت تركيا وروسيا سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار. جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب الرئيس التركي جودت يلماز مع ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في أنقرة، وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحث الجانبان مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكد على أهمية تنوع الاستثمارات المتبادلة وبالأخص في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع السلع التجارية المصدرة. قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر نما بمعدل 5.5% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الحكومي تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.5% في شهر تشرين الأول الماضي. وذكرت الوزارة أن ارتفاع معدلات الحصاد وتشغيل ممر التصدير أو ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أسهم في هذا النمو. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.